هذه العمليه هذه تكتيكي شطريها ثالث بعد التجربه الاولى والثانيه في الاسابيع السابقه. نحن اليوم نستهدف المجموعه الثالثه، بلغ العدد 117. العمليه مستمره ونتمنى ان شاء الله ان تمر الاجواء كما الاسابيع السابقه. بهذه المناسبه اننا كنحييو الناس ديال يديك، وهذه العمليه هذه تستهدف الاسر الاكثر احتياجا، يعني الاسر اللي متضرره بدرجه اكبر دون الفئات الاخرى. وهناك عمليات مستمره وتبقى جمعيه حسيمه بدورها يعني تساهم الى جانب هذا النسيج الجمعوي على مستوى الحسيمه الذي ابان عن تضامن كثيف. نتمنى ان نوفق في هذه العمليه، ودائما حتى يبقى الجميع في منزله نحاول التركيز على مساله الوقاية الفردية والتحسيس بأهمية المكوث ولا البقاء في المنازل حتى يتم احتواء هذا الوباء. يعجز اللسان عن شكر كل من ساهم، يعني كانت فئة يعني ماشي ميسورة، ولكنها نظرا للظرفية أنها أبت إلا أن تشارك. جزيل الشكر لكل من ساهم من قريب أو من بعيد. مسألة توثيق مثل هذه العملية الهدف منها ليس الظهور ولا الرياء ولا من هذا النوع، وإنما هي توفيق للعملية ككل. نحن نحترم خصوصية الأشخاص، لا نبدي ولا نظهر المستفيدين، يعني في احترام تام لهذه الفئات المعوزة. ثالثا، نحن عندما نقوم بهذه العملية ونوثق لمثل هكذا السلوكات فإننا نشجع على عملية فعل الخير، لأن بهذه المبادرة أصبحت هناك مبادرات أخرى تعمل وتساهم بدورها من قريب أو من بعيد في نشر مثل هذه الثقافة، ثقافة التضامن. مرة أخرى، نحن لا نريد الظهور، بالعكس أننا نشجع الآخرين، وحتى تكون عمليتنا عملية جادة ومسؤولة. وأكثر من ذلك، أن نوثق لمثل هذه العمليات تفاديا لأي شبهة ولا اختلاس ولا كل ما يسيء لهذه العملية من قريب أو من بعيد. مرة أخرى، جزيل الشكر لأصدقائنا الذين كانوا دائما في الخفاء. تحية من القلب إلى القلب لكل من ساهم، وشكرا.